كبيره قوي. ايه العسل؟ ايه يا عم الطاوي؟ بس رايك فيها؟ ما شاء الله يعني حاجه يعني اول مره العب بيها. شيل يا معلم على شويه بس ايه صاحبها شويه بس رايك عشان نعملها اكتر من كده. شيل قرار ابن لازم ان شاء الله. انا حاجه عجبني فيها ال وفي احلى واحلى يعني ما تقلقش من اي حاجه. ده الدوره شكله حلو قوي يا نادر. كان موجود في بيت الفن لصناعة آلة النوى وصناعة آلة الكولة اخواته وحبايبي الاستاذ محمد مصطفى احلى موزع في الدنيا الاخ ميدو مزيكا اللي موزع اغنية حكيم يا عم سلامة وفي التاني اسمها ايه؟ الله يسلمك. الله يسلمك. التاني اسمها ايه؟ ان شاء الله. ده سر. فدايما متألق ان شاء الله يا رب كده يا رب كده بسرعة الصاروخ يا رب دايما كده ان شاء الله في تألق بإذن الله تعالى. وإن شاء الله طبعا يا رب ما يحرمنا طبعا من القعدة الجميلة دي في الظريفة دي. كانت السهرة جميلة في المنزل في البيت الفني. بشكركم من كل قلبي. كل حبايبي كده. حبايبي. عشان وسيلة إعلام. طالعين مثلا عشان نعمل حاجه كده عشان نقول ده مثلا ده بيعمل وسيله اعلام وكده وبتاع. هم دول حبايبي في الاول وفي الاخر واحنا من حبنا في المزيكا بس احنا واخدين التاريخ ده علشان خاطر يعني ايه للذكرى عشان نعرف ان الفيديو ده كان يوم ايه. بشكركم والسلام عليكم واسف على البطاله. بشكركم اخوكم صابر علي اشير بصابر كامل وشكرا.